منظر حاول أن تحفظه في الذاكرة، فلربما لن يمضي وقت طويل حتى تتغير معالمه. إنها لينكن هولت، مجرد قرية من قرى هامشير البريطانية بمنازلها التقليدية وحياتها البسيطة، لكنها قد تلبس حلة أخرى تخرجها من حياتها التي ألفتها على مدى 80 عاما بعد أن قرر مجلس الأمناء بيعها في المزاد. نعم، بيعها كلها بمنازلها وأكواخها ومتاجرها وبرج ساعتها ب22.5 مليون استرليني، أي ما يعادل 31 مليون و400 ألف دولار. إنها فرصة استثمارية جيدة، فأمامك قرية بأكملها فيها 22 منزلا وناد للكريكت وورشتان للحدادة و1500 دونما من الأراضي الزراعية. 200 دونما، فرصة نادرة لوكلاء العقار والمستثمرين. فمالك القرية ومحب الخير هربرت لاغريف رحل دون أن يخلف وريثا لها، وترك ثروة عائلته الطائلة لمجلس الأمناء، وأوصى بإنفاق أمواله على المرضى من الأطفال وكبار السن والمصابين من فرسان سباقات الخيل. لكن مجلس الأمناء قرر أن الوقت قد حان لبيع القرية واستخدام رأس المال في مشروع آخر. قد يكون أمرا جيدا أن يشتري أحدهم العقار ويكون مالك العزبة وأن يكون أمينا عليها، وهذا رأي سكان القرية كلهم، ويقول دعونا نحافظ عليها كما هي. مجلس الأمناء طمأن سكان القرية بأنه لا يعتزم كسر النسيج مجتمعها، وأنه سيبيعها ككل باستثناء الكنيسة، تأكيد قابله بعض سكان القرية بالشك والتعبير عن مخاوفهم بشأن مستقبلهم. فالقرية قد بيعت من قبل بنحو 3.25 مليون عام 1964، وقد لا يبقى من القرية مستقبلا غير اسمها وموقعها في قلب هامشير.